بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلفوا تمرتو تشاتشن بقد لهنيتا بزاري ولات للناي يتفلقوا كسورة الحجرات. الله سبحانه وتعالى سلسو لجوش عينتنا كففل كتك سبوهلا يسووش هلو مرت مان اندهنا بمينا قربت وقت تقوى يالو سو بميل يدمدمون إن شاء الله. آياتون انكراونا بزا لي تنترسو يالوتن أنداند نتبوشن لما يتنوكرا لن. الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم والله عليم خبير. طيب الله سبحانه وتعالى بزيه أهون بكره آيات لاي من دون ميلو: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يمجمروا ان انت سوچ ہوئی لال اللہ سوچ ہوئی بعد تک علی سوچ نو خلقناکم من ذکر و انثا ک وندنا کسیت فطرناچو لال اللہ کسیتنا ک وند فطرناچو وجعلناکم شعوبا وقبائل کزام بہلا بتلایا نگدنا گوسا کففلناچو لال ويم غوسانا يتلايو كفلة هاجر لهوني شلال غوسا هي يسول جوش يسما ستاتنا بتشاغن بتلايا أهجور غوسا نجد يمسا سلوتو اللي قبال بزي هاي ناتملكو يتلايا شو اي ناتسووش عدرقي فتركواتشو إلى الله سبحانه وتعالى كزاس بوهانا لتعارفو قن يهنن نجر يادركوت إلى الله سبحانه وتعالى عند تتواوكو زندانو ويم يسول جوش اندي التواوق انو الان كزام سيزاقاو الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كنان توست يه كففل اندال لهونو واندم سيتم انديهم ليلوشم يقوسا كففل اندال لهونو كنان توست الله سبحانه وتعالى يمي فراونو يتكبر يمي بالاو الى الله. كنان توست يتكبر مبالو ويم يلاك مبالو ويم الله زند تكباين نثي اللونا الله زند ليو بوتاي مستو جنة نمي أغنيو ليلام ليلام باتك علي الله زند يتكبر كون عندسو لأغنيو يمي تشلون هلون حق لأغنيو يمي تشلون سو من أينتنو الله يمي فارعون ويلان. سلازي الله سبحانه وتعالى مفرات يميلو بأمار يقال يتلايو ليلوش قالاتوش اللي نكتل لتنشلالا إن شاء الله تقوى يميلون ترقمون سنابرارا يمنايو يهونال قن كذاب فيت الله سبحانه وتعالى وندنا سيت أرغن فترناتشو بلوال كذاب يتلايو نقد أرغناتشو فأرغن فترناتشو كالبوهالا قن إهيني أرغنو عند تتواوقونو إلان. سلزي يه يتلايا غوصا هونو مفتر سووش لتلايا على اسفلاقي نقر انداي تقامو بات تككلن يونا متقام يالباتشو نقر من اندهونا راسو الله سبحانه وتعالى تقومو اتشو المالت من دنوسو اندت التواوكو اندت تقبابو لم دنت اللواوتو اندت التقاقامو بات بزام يميلو هلو يقبال تعارف يميلو تعارف دغم مالت كاندو بكل بيتشا اندال هونم يا سايال بعربينيا تعارف ستل كولتهم بكل نون تعانق سبال لمسالي متكاكف سبال
إهم يقفل إهم يقفل مالتنا تعارف سبالم إهم يوكال إهم يوكال كولتهم بكل إنجي عندو بتشا يبلاي هونو عندون يمياسا وكبت اندال هونو يا سيال لك بليلا وقوانقو عندنا نقزي متشاچال عندما نقول وين بامارين يا راسو متى ووك بزوج كذي عند زي أناس نجاروش even بامارين يا راسو هولت قال عند لا هولت في دلوش عند أناس هونو يمتعلو وو متى ووك بلسنا بليلام قان قالي بمن بلمسالي من ناك نا هولت تال متشال تشا بامارين يا راسو بتعب بيجر منيتا لك يا رب نجاون أناس أكهد هدول تعارف يمي لولاي عند زاو هولت part 2 بهولتهم بكل يلا مهنو النو يمياسايا طيب الله سبحانه وتعالى زيتش قرآن آيات لاي متواوك يميلون جناس يجمر سيتنا وند أرغناتشو فترناتشو يميلون السوم عبروي قبال وندو سيتوان لياسا وقات يميشل نقر الله منور مالبت اندازيون دمو سيتوا وندون لتاسا وقا يميشلون نقر الله مالت ሁለቱም መተዋወቅ እንዳለባቸውና በዛትውቅ ላይ የተገነባ የሆነ ስርዓትን መገንባት እንዳለባቸው ነው የሚያሳየን ለዚህም ነው ለምሳሌ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ وعاشروهن بالمعروف ይላል ቁርአን ላይ ምን ማለት ነው በሚታወቅ ሁኔታና በሚያግባባ መልኩ ወይም ባህላቹ በሚፈቅደውና ከቁርአንና ከሐዲሱ ባልወጣ መልኩ ተኗኗሯቸው ይላል ወንዶችን ይሄ ወንዶች ብቻ ነው ወይ እንደዚህ የሚያደርጉት እንዳይባል ደግሞ ሱራቱል በቀራ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይላል ወለሁن مثل الذي عليهن بالمعروف ይላል ለሴቶቹ ልክ እንደ ወንዶቹ ደግሞ مثل በዛው ልክ ወንዱ ሊያደርገው የሚገቡትን ነገሮች ጥሩ የሆኑ ነገሮችን በሙሉ ለነሱ አላቸው ይላል ስለዚህ እኩል ነው ሐቃቸው ሊከበር የሚገባው ብሎ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ የሚያሳየን ግን አሁን ርዕሳችን መተዋወቅ ላይ የተገነባ ነውና እዚህ ጋር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሴቶች ያላቸው መብት አለ በቁርአን ላይ ያስቀመጠው ያንን ሊያውቁ ይገባል ካላወቁ ወንዶች ሊያሳውቋቸው ይገባል እንዲሁም ተጨማሪ ደግሞ እንደዚሁ የወንዶችን የሚፈልጓቸውን የሚወዷቸውን ነገሮች እንደየሀገሩ በባህላቸው ሊያውቁላቸው ይገባል ማለትንም ያስይዛል ሴቶችም እንደዛው ምን ይወዳሉ ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ባልና ሚስት ሆነው በሚኖሩበት ወቅት መተዋወቅ ለምን ይዳረጋቸዋል ለመልካም የሆነ ፍቅርና መልካም የሆነ መግባባትንና መልካም የሆነ ኑሮን እንዲመሰረቱ ያደርጋቸዋል ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተዋወቁ አላቸው መተዋወቅ ምን ሊያደርጋቸው ይችላል ያ በዛ በእውቀት ላይ የተመሰረተ የሆነ መከባበርን እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል በዛ እውቀት ላይ የተመሰረተ የሆነ ወይ መተዋወቅ ላይ የተመሰረተ የሆነ ملكام نغرن ارس برس اندي دراراغو يادرغاچوال سلازي الله سبحانه وتعالى متواوقن بلوال بزو سوچ بسيتوش گودای لاي صفوال بووندوش گودای لاي صفوال اندي باهلاچو اندي ياغراچو مالتنو نا انداند گيزي يمياگبو سوچ بتلي ويم بغابچا لا يالو سوچ يبالنا ميست هيوتاچو ملكام اندي هونلاچو باوقت لا يتمسرته አይነት ጋብቻ እንዲያደርጉት ምን ሴቶችን ባህሪ ማጥናት ወንዶችን ባህሪ ማጥናት ይሄ በጣም ጥሩ እንደሆነ አንዳንዶች ይጠቁሙናል ይሄ መተዋወቅ የሚለው አጠቃላይ ሁኔታ ነው ግን ዋናውና ትልቁ ግን መተዋወቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለወንዱ ያደረገውን حق ማወቅ ወንዱ ለሴቷ ያደረገውን حق ማወቅ በተለይ መብትና ግዴታዎችን ማወቅ ላይ በተመሰረተ በጣም ህይወት ላይ ይሄ ወሳኝ የሆነ መሆኑን አውቀው ሁለቱ በዛ ላይ እንዲጠነክሩ የሚጠቁም ነው ይሄ ሌላው በተለያዩ ጎሳዎችና በተለያዩ ባህሎች በተለያዩ ነገዶች ጎሳዎች የመሳሰሉት መላእክቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሁንም አንዱ ጋር የሌለ ነገር አንዱ ጋር እንዳለ ያሳየናል ስለዚህ አንዳንዶች አይ እኛ ብቻ ነን የተሻልን ብለው
راساتشون انداي كفسونا يبلاي راساتشون ارغو اندايو يتقومال الله سبحانه وتعالى من منكوان يانياو يما يتقم مسلوت بيهون منكوان جن اندم يتقم الله سبحانه وتعالى ازيقا ياسايونو مالتنو مكناتم ارس برساتشو يتلايا يتلاياتشو ناتشو متقاكم تشلالاتشو بلونو الله سبحانه وتعالى اسكمتو سلازي ياتشين جن ما وق ولينو تلك ونتبع له ازي قال امسالي يتلايو يا ارشا سرعات لنوري چلال النزا قايل الله يعني اللي ما مارو چلالو بتلايو يا اوقات قده وش بليلان بليلان بعد تقالي قن يسو لجوش من لا يتاتشو بحساب ويم بنقد بقوسا بمسا سلوس من لا يتاتشو عندو عندون يبلاي هونو لچقونو ويم عندو يبلاي مهونو لياسا يو ويم دقمو عندون يبلاي هونو لياتاكاو اندال هونا بعد تقالي ياسا ينال بزر لاي يمسا سلوس يهي بزر بقوسا بمسا سلوس لا يتمسرتو يونو ليونتو چن اسلام من عدرقو بعد تقالي منم عينت يسوچن ما بلالچ اهونو لتتكس اندما يگباو نو مياسكمتاو جست لمتواوق كرزا لمد كاله كاندو اندو لا مورارس بتشا نو ادرغو ياسكمتاو بنتنم اندزاو بصوتام انداند غزي وندوچ وند بميبالبت وقت من يون عينت وند سيبال ليت ياله سميت ميسماچوال بتام جن يمياسازنو ايه بجاهليا غزي نبي صلى الله عليه وسلم اللهم قران لاي بتام يمتاو نغر نو ايه وند بمهونو بتشا راسون بتام يبلي ادرغو مايت يميلو سميت معناتنو الله قران لاي باي ذنب قتلت لال يعني يسون وند لجن بتام كماكبراچو يتنسا انا سيتوچن بتام كمناقاچو يتنسا سيت سيولدلاچو بتام يافرو اندنبر بتام يتصصتو اندنبرنا بلوم اندانوچو بتام يكفاباچو دغمو لجوچاچون كن سيولد سيت مونون كاراغاتو بوالا هيدو يميقبروبت هنيتا نبر الله قران لا يتكس واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم لا وند اندت سيت اندت ولدلت سيبسر بسر بسرات نبره بمسراته مالتنو كن اسو ود من يغلبطوال ود لك ود مردو يلوطوال مالتنو بسراتون مردو يرغوال واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا بتام فيتو طقر يلال مردو اندسما سو يهونال يكوما ششال كذا بوحالا من يلال ظل وجهه مسودا وهو كظيم بتام يقطال بتام يازنال بتام يقطال انديت سيت تولجالش انديت سيت تولدالو بلو بتام يكفوال جن الله سبحانه وتعالى كذاب بوحال امر الله سبحانه ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به إلا وكرتو إهيم ما إهي نقر تنقرون سيت لجو ميستي ولدش تبلو انديت بيتي قبال له بلو يدبك على سواش قاب متو لمسالي من دنو انقوان بسلام قلق قلش وإما الكام لج انديتنو اللي جو ولدك بلو سواش انتن اندايلوت مالتنو متو ملكام انتن اتشو اندايقلتو يدبك على الله سبحانه وتعالى إهيم قدي بجاهل ياك زين ببرانو ياكن تنش ترفرافيو يالي مسلال اهون بنياو ستراسو مالتنو አንዳንድ ጊዜ ወንድ ልጅ ተወለደ ሲባልና ሴት ልጅ ተወለደ ሲባል ያለን ደስታ አኩል አይደለም አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ጋር ስመጣ ኢቨን እናትየው ራሱ እኔ አስተውሳለሁ አንድ ጊዜ አንድ ዓሊም ነበሩ ከጎኔና አብረን ይሄደን ደወሉና የሆነች ያንድ ጓደኛችን ሚስት ወልዳ ነውና ደውለው ምን ወለድሽ ሲሏት አንበሳ ነው አለቻቸው ያ ማለት ምን ማለት ነው ወንድ ልጅ ነው የወለደችው ማለት ሰአኔ ምን አልኳቸው እንደቀልድ አድርጌ ሴት ብትወልድ ምን ልትላችሁ ነበር አልኳት አይጥ ወይስ ድመት እንዴ በጣም ይገርም አባባል ነው ይሄ አንበሳ ነው የወለድኩት ብላ ራሷን መግለጽ ስለዚህ ኢቨን ሴቶቹም ያኒ ይህ ከጃሂልያ ወይም ደግሞ ከዛ ከድሮ የተራረፈ የሆነ አስተሳሰብ ነው ከዚህ ይጀምራል ለሴቶች ያለን እይታ መጥፎ መሆን كذي يجمرال بذي عينتو چنقلات يتتبتبنا بندزي عينتو استساسب يادق عينت عيمرو من مادرق يجمرال اراسون مكفس يجمرال وندلج وندنين نا يوندنت باهري باينورو يوندنت باهري بملبت وقت الله سبحانه وتعالى كسدتو يفيزيكال سونت يتهازة سايفون بادتك علي بباهري درجة وندلج
ለምሳሌ በቤተሰብ ደረጃ ሊያደርገው የሚገባው ነገር ወንድ ልጅ በተለያየው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስቀመጠውን حق በመወጣት ረገድ ወንድ ልጅ ከአላህ ጋር Subhanahu Wa Ta'ala ባለው ግንኙነት ከቤተሰቦቹን ከማያያዝ ከማስተማር ከማገዝ ከመሳሰሉት ጋር በተያያዘ ለዚህ ነው አረቦች እንደው ምን ይላሉ ወመተኒሱ ሊስም ሸምሲ አይቡን ومتذكير فخرا للهلال لانه بعربيا صحايوان انشي نلاتالن چرقاون دمو انت نلوالن جن صحايوان انشي مالتاچن چرقاون انت مالتاچن صحايوان يبلطچ صحايوان يانسچ برهان اندالات جن على درجات جلس رابا بالو ادلم صحاين انشي مالتاچن برهانوان كچرقاو يانس على درجات جلس رابا ادلم سلازي كسيتوش درجه بسيتوش درجه بنبيو غزي صلى الله عليه وسلم بمنايبت وقت عندنا عائشه رضي الله عنها وندوچو متاو يميماروبات استاذ شيخ يهونج عالم يهونج سيت نبرج يا نبيون صلى الله عليه وسلم يا بيت وسط غداي بدنب اوقا تمرا ابرا مانم سو لياغنيو يمايچلون ادل بنبيو صلى الله عليه وسلم بيت اغينتا كذا بوالا اندي يادرغالو اندي يادرغو نبر اندي نو ميادرغوت يالچ يا بيتاچون هيوت عائشه رضي الله عنها لامته يا ماستمر بوتان الله سبحانه وتعالى يسدات عينت سيت علتشن مالت ليلوتشم بسحابوچ زند ان سميه عندنا ليلوتشم صحابياتوچ اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها يا عائشه اهد ليلوتشم بتام بزو ان حفصه رضي الله عنها ليلوتشم النبي صلى الله عليه وسلم ميستوچ باتقاله عندنا ام سلمه ليلوتشم بتام تلالق صحابياتوچ عندان علماءوچ مولو كتاب صفولاچوال يا يعني بنبي صلى الله عليه وسلم جزي ينبروا نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم بنبي جزي صلى الله عليه وسلم ينبروا سيتوچ تاريك يهنن بممار سيتوچ يالاچون بوتا باسلام ما وقع انشلالن سلازي سيتوچن يعني سيت بمن لبت وقت الله سبحانه وتعالى بوندنا بسيتم ارغناچوال سيل اهونم كوننا كسيتم يتشال ميبالو ماننو الله سبحانه وتعالى ميفراونو بلو اندزقاو سلازي ايهي ملايتاچن جن لمغبابات لمتواوق ابرو لمنور لمدغاغف ان ودا الله سبحانه وتعالى فراچا لمدارس ارسبرس بزي توق بزي يلم دلووت اندو اندون اغزوت يمچرشاو تارجت من يونال الله سبحانه وتعالى مفرات يونال سلازي ايه نو يتفلقو مالتنو الله سبحانه وتعالى بتلايو አያቶች ላይ ይህንን የወንድና ሴቶችን የማበላለጥን ባህል በደንብ አድርጎ ልክ እንዳልሆነ አስቀምጦላቸው በሴቶች ደረጃ ያሉትን ታላላቅ ሴቶችን ያስቀመጠ አላህ ለምሳሌ عمران واذ قالت يعني يا امراه عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم السوء يا الله عند وند السؤال انتني ميغزا يهونه بلا تسلا وند ليج اندي ولدلات نبرا سلات يادرغاچو كن الله سبحانه وتعالى وليس الذكر كالانثى سيتم وندم يراسو يهونه بحري يالاچو يراسو يهونه احوال يالاچو ناچو انداوم الله سبحانه وتعالى بمن انداوم بتام بميغر مونيتا مريمن نو اندت ولد الله يادرغات معناتنو مريمن ولدا الله سبحانه مريم سنتات فاني سميتها مريم واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم بلا عباده دعاء درغا كشيطان يتطبقت يونهچون يعني بسواسم قران يتا سيملات يونهچن سيت مريمن الله سبحانه وتعالى ستات سلازي سلا مريم اندزاو هي كاوقات اندو سيتوچن بماوق بميلو گداي وست اند مريم اينت سيتوچم اندالو ماوق راسو اندو نگر نو مريم من نبرچ بتلي سيتوچاچن አንዳንዷ ማርያም ይለውን ወይ ማርያም ብለው ሌሎቹ ስሟን ብቻ ነው የሚያስሉት ከዛ በኋላ ግን የማርያም አይነት ባህሪ አላቸው ወይ እንደ ማርያም ናቸው ወይ ስንል ግን በጣም ይለያያል ስለዚህ ከጥብቅነቷ ጀምሮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አህሰነት ፈርጀሃ ከራሷን የምትጠብቅ ሆነች
ማለት ለማንም ወንድ ራሷን የማታጋልጥ የነበረች ሴት መሆናን ሲያሳያን ቀጥሎ አላህ Subhanahu ta'ala وكانت من القانتين الله Subhanahu ta'ala በጣም ረጅም የሆነ የማስተዋስ እና ሶላት በመትሰግድበት ወቅት በጣም ረጅም ጊዜ የምትሰጥ ማለት ነው قانት ማለት ይሄ ትክክል ትክክል የኛዎቹ አይነት አይደለም ዶሮ ሲለቃቅ ምንድነው ወይም አሞራ ቆሎ ሲበላ እንደዛ አይነት ሳይሆን በምትሰግድበት ወቅት ወይም ዒባዳ በመታደርግበት ወቅት አላህን በመታስተውስበት ወቅት ጊዜ ሰጣ ረዘም ያለ የሆነ ነበር መታደርገው እንደማለት ነው ለአላህ Subhanahu ta'ala قانት ነበረች كسجود يا سجود عينتنا كسجود بتاج هنا الله سبحانه وتعالى بتام زكبلو الله ان يمجزات بحري نبرات مالتنا اللهم قران لا سوره العمران لا اند قلصلن اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين الله سبحانه وتعالى ان يمرطش كعالم كله يبلاي هونش منام بلو الله سبحانه وتعالى الذي اموكاشتوات بملائكاوچو بكل ينغروات كزاس كسو جن يهنن جن ستاتسشن وي مينن بوتاشن جن طبقش اندتقويم يهونوم اندغنا يميهونوم بمندنو اسجدي واركعي مع الراكعين لا الله سبحانه وتعالى سجج ات اندزيون بمو ركوع ادرجيلات سلازي ايهنو የበላይ ሊያደርጋት የቻለው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያላህን ፍራቻ ፓርት ነው የተከሰለን አሁንም ማለት ነው ስለዚህ ወንድ ወንድ በመሆኑ ብቻ يعني የወንድ ለምሳሌ በቁርአን ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በወንድነቱ የሰጣቸው የሰጠው ቦታዎች አሉ ለምሳሌ አላህ Subhanahu الرجال قوامون على النساء ወንዶች በሴቶች ላይ ኃላፊነት አለባቸው ይላል ኃላፊነት ማለት በቤት ውስጥ አስተዳዳሪ ሆነው እንደ አንድ አገር ላይ አንድ መሪ በሚሆንበት ወቅት ምን ማለት ነው መሪ ሆነ ማለት ከስሩ አጋዦች አሉት የመሳሰሉት ብቻውን መሪ አይሆንም ሰዎች አሉ ከስር አብሮት እንትን ሚሉ አብሮት ተሰብስበው የሚወስኑ ቢፈረሙ ምን ሚሉ ማለት ነው በዛ ግን እሱን የግድ መሪ አንድ ብቻ መሆን ስላለበት አንድ አድርጎ አስቀንጂ እሱ የተለየ ነገር ላይሆን ይችላል በእውቀትም ሌሎች ላይ በልጣቸው ይችላል የመሳሰሉት እንደዛው ቤት ውስጥ አንድን ወንድ ኃላፊ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያረገው በቤት ውስጥ ባለው ጉዳይ ላይ የወንድነት ቦታዎችን አንዳንድ መድማድረግ ያለበትን ለቤቱ ኃላፊነት አላህ ያስቀመጠው ለምሳሌ አላህ ቁርአን ላይ ባስቀመጠው ኔታ በገንዘብ በተመለከተ እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ አንዳንድ ስርዓቶችን ወንዶች ሊያስተካክሉት የሚገባቸው ነገሮችን እሱ እንዲያደርግ በዛው ደግሞ እንደዛው ወልመርአቱ ራዒየቱን ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲስ ላይ እንደተቀሰሉን ሴቷም ደግሞ ቤቷ ውስጥ ኃላፊነት አለባት ባሉት ደግሞ የሴቷንም ድርሻ ሁለቱም በ መግባባትና አንዱ ያንዱን ስራ በማወቅ ኃላፊነታቸውን ሲወጡ የዛኔ እነተኛ ቦታውን ይዞ እየሰራ ነው እንላለን ግን ወንድ ብቻ በመሆኑ ማለት በጾታ ማለት ብቻ በመሆኑ ግን የተለየ ክብርም ሆነ ቦታም ይሁን አልተሰጠም የለም ይሄ አንደኛው ፓርት ነው ሌላው الله سبحانه وتعالى بزر بمساسلوس نو اهم اندزاو زر لمثالي كزر اكبابي بزر قدي لي بمن نغاغربت وقت الله سبحانه وتعالى بالفوت اياتوچ لاي بتقس نو ارس برس يتلايا اسم تتاتاتچو اندا تسدادبو اندا اندو انداي انداي قلد يميلم نبره ولا لا يسخر قوم من قوم عسى اي اشوف يمساسلوت ازا لاي يسطناچو مثاليوش نبرو اندا اند زر اني يتشالكونني بلو ميامن سواله بزرو بتش አንዳንዴ ጀግንነት ላይ እኛ የተሻልነን ብሎ የሚያስባለ አንዳንዱ እምነት ላይ የተሻልነን ብሎ የሚያስባለ አንዳንዱ ግን ይሄ ሁሉ ስተት እንደሆነ በማስ ወይም እንዳለ እንደ ዘር ይሄ ዘር የተሻለ ነው የሚባልበት ሁኔታ እንደሌለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየነገረን ነው ስለዚህ በዘር አንዱ አንዱ እንደበለጠ አይነት ምንም አይነት ስሜት እንዳይሰማው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ቁርአን የጠቆመን ማለት ነው ስለዚህ ዘረኝነት ማለት ይሄ ነው በቃ ዘረኝነት ማለት ምን ማለት ነው እኔ ከአማራ ስለሆንኩኝ ወይም ከኦሮሞ ስለሆንኩኝ ወይም ከትግሬ ስለሆንኩኝ ወይም ከመሳሰል የተሻልኩነኝ ብሎ ማሰብ ይሄ ነው ዘረኝነት ከዚህ የተሻልኩነኝ ብሎ ማሰብ ደግሞ ቀጥሎ ሌላ ነገር ውስጥ ሲከተ ደግሞ የበለጠ ወንጀሉ እየባሰ ይመጣል ለምሳሌ ሌሎችን ማንቋሸሽ
ሌሎችን መስደብ ሌሎችን ተራት እየተራቹ በእነሱ ላይ መቀለድ እነሱ ላይ ጆክ መስራት የመሳሰሉት እንደዚህ አይነት ነገሮች ባደረክ ቁጥር ምን ይሆነ ይመጣል ነገሩ እየሰፋ ይመጣል በጎሳም እንደዚሁ ጭራሽ አንዳንዶች ደግሞ ጭራሽ ይሄ ነገር ይዟቸው እኛ ብቻ መሪ መሆን አለብን እኛ ብቻ ሐላፊዎች መሆን አለብን እኛ ብቻ ማስተዳደር አለብን ብለው ደግሞ ሌሎችን ደግሞ የሚጨቁኑና ሌሎችን አታክ የሚያደርጉበት ሁኔታ በሚመጣበት ወቅት ደግሞ የበለጠ ምን ይሆነ ይመጣል ወንጀሉ እየሰፋ ይመጣል ይሄ በድሮ በጃሂልያም ጊዜ የነበረ ነው እኛ የአውስነን እኛ የኸዝረጅነን ብለው ለብዙ ጊዜ ሲጋደሉ የነበሩ ሰዎችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁርአን አውርዶ ያ አዩሃ ለዚና አመኑ ተቁላ ሐቀ ቱቃቲ ወላ ተሙቱነ ኢላ ወአንቱም ወዕተሲሙ ቢሐብሊላሂ ጀሚዓ ወላ ተፈረቁ እንዳትለያዩ ወዝኩሩ ኒዕመተላሂ ዐለይኩም ኢዝ ኩንቱም አዕዳአን ፈአለፈ በይነ ቁሉቢኩም በተለያየ ጎሳ ዘር ነገድ ተለያይታችሁ በመትዋጉበት ወቅት አላህ ይሄን ዲን አምጥቶ በእስላም አስተሳስሯችኋልና በቁርአን በአላህ ጥላ ስር ብቻ ነው አንድ ልትሆኑ የሚገባው ይሄንን አስወግዱ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ኒዕማቸውን ተጠብቁ ብሎ መክሯቸዋል መክሮናል ሁላችንም ስለዚህ መደምደሚያው ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ ان اكرمكم عند الله اتقاكم ስለዚህ በ ዘር በጎሳ በመሳሰሉት በተለያዩ ነገሮች በቀለም በከለር በመሳሰሉት ተለያይተው ሰዎች እንትን ራሳቸውን አንዱ የበላይ አንዱ ታላቅ እንደሆነ እንዳያስብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ان اكرمكم عند الله اتقاكم እናንተ ዘንድ የበላይ የሚባለው ትልቅ የሚባለው የተከበረ የሚባለው አላህ ዘንድ አክረም የሚባለው አክረም ማለት በአረብኛ ከረም ከሚለው ወይም ታይ يتكبر يميلو نو يميزو يتكبر يلاقى يتودد يقول ايه كله ترجمه مستي جبال يهونو سو من اينت سو نو اتقاكم كنانته است اللهن فري يهونو نو يلال اذا قال الله فري ميلون قال باجرو ان شاء الله تنش ترجمه بروجرام اقومه الله من معناته نو تقوى بلو معناته باجرو باجر امارنيا الله قران لا بليلو يقران ايات لا اندتقسو يا بني آدم إلى سورة الأعراف لا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا إلى الله سبحانه وتعالى لأن أنت لبسوك كتلاية عينات نقر يسراتو يمت لبسوت يهونا اندستاتو هلال ይሄን ልብስ በመናይበት ወቅት አገልግሎቱ በጣም ብዙ ነው ሰውነታችን ውስጡ እንዳይታይ ይሸፍናል ከብርድ ይጠብቀናል አንዳንድ የልብስ አይነት የልብስ አይነት ከሙቀትም ይከላከልናል የመሳሰሉት እንደ አየሩ ማለት ልክ እንደዛው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወሊባስ التقوى ذلك خير ይላል ግን የتقوى ልብስ ግን ለእናንተ خير ነው በላጭ ነው ይላል ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በልብስ ሲመስለው ምን ማለት ነው التقوى ብሎ ማለት ማንኛው የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala طلاچا يا اللهن سبحانه وتعالى قطات يا اللهن سبحانه وتعالى جهنم كم يامط اب النجر بمورو مكلاكيا مدرج معناتنو مانن اللهن سبحانه وتعالى مانن ايماناچنن مانن صلاتاچنن مانن ملكام نجروچاچن لذيه كاين مبرره كميساتو عنده حديث نبيو غا صلى الله عليه وسلم قالو اتقوا النار ولو بشق تمره قال يا تمر قماش انكون ቢሆን የተምር ግማሽ እንደዚህ ሰንጥራችሁ እንኳን ሰደቃ በመስጠት ራሳችሁን ከእሳት ጠብቁ ይላሉ ምን ማለት ነው በእኛና በእሳት ማህከል ግርዶሽ አደረግነው ምንን ሰደቃችንን መስጠትን ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወተቁ النار ሲል እሳትን ፍሩ ሲል እሳትና እናንተ መሃል እንዳይመጣባችሁ የግርዶሽ አብጁለት ማለት ነው ያ ግርዶሽ ምንድነው ዒባዳችን ነው ሰላታችን ነው ኢማናችን ነው መልካም ሥራችን ነው እንጂ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ይሄ አከሊኩ አላህን ፈሪ ነው ተቀዋ አለው ምናምን እንላ በምንድነው ግን መልካው በምንልበት ወቅት መልካውን ማወቅ አለብን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘውን ነገር በመስራት ከተለያዩ ደግሞ ሐራም ከሆኑና አላህን የሚያስቆጡ ከሆኑ ነገሮች በመቆጠብ ላይ ካለ ነው ያ ሰው ምን ሊሆን የሚችለው በአላህ ተቅዋ ስር አለ ምንለው ማለት ይሄ ነው ባጭሩ ኢንሻአላህ እቺን ላስቀምጥላችሁ ፈልገን ልክ እንደ ልብስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
إيماناتشنن صلاتاتشنن زكاة ويم صدقاتشنن ليلا ملكام نقروتشاتشنن بمولو عند سات مكلاكيا مادرق مالت سات مكلاكيا نسون لبسوش بدرار ربن قطر نزين عباداوش بمولو بدرار ربن قطر من يهونن متعلن كسات كالله كتاعت كما ساسلوت بمولو يتكتب متعلن يراكن متعلن هينو تقوى بلو مالت انجي تقوى بلو مالت عندوان بارت كإسلام لمسالي بارت عندان نوي سارال ياتشي نسارانا قل ليلا بوتالي قل حرام نقر دمو سي زفك انها قنيوالن عندن يا صلفي مدال صلف لاي ليلا ودقمو عندن يا صفم سرقوت لاي اللبت ايه كونا عدقان سلازي امن ساراو نقروش لمسالي عندان نو سراو راسو بحرام لاي تقنبا سوال عباداون يسارال يساقدالكو منم شكري كذاب والا قل وجي سيوت اقل إذن حلال مي بلاو مقيم حلال يون نو أيضا لميلون أي تبك يزيغا يسكدال ما شاء الله جن يوتعنا يتنو ميساراو سنل جنزب ميسارك بثبوتا لين ميساراو سراو من دنو ميساراو لمسالي بتنشو تاكسي نكوان ميساراكوان تاكسي بميسارا بتوقت لمسالي عندسو كايربورت الزيبوتا عدرسين بميلو وقت شورت يوننا تككلن يو يهونو منجر تتو ميترون دي كوتر اللتنا بزو غنزب اندياغن بتلايا يه برجم منغر سويو آياتن بلو انغدانو بلو يزوت هيدو بيادرسو ياتشي مجمرا تكلن يونا ليادرسو يميقبا هقو ياسكن متالت كزا يوتاو يهونو حساب غنزبو ميقباو سوكيس من دنو ميهونو ساتنو ميهونو إنما يأكلون في بطونهم نارا إلى الله قرآن لا من مالتنا نزا ييتيم جنزا ميبلوت نسويش الله ميبلوت إساتنا إلى الشوال إساتنا ميبلوت يا يتيم عباتنا عباتو يمتبتن هزان جنزا ميبلوت نسويش الله سبحانه وتعالى أنسوكو ميبلوت من دنو إساتنا إلى الشوال سلازي نسويه براس وج إسات يوسدنا مالتنا سلازي يهنا ليلوتشم ማንኛውም እኛን ወደ ሰዓት የሚወስዱ ነገሮች መስራት ከሰዓት ደግሞ መከልከል ወደ ሰዓት የሚወስዱ ማለት ሰዓትን የሚከለክሉ የሆኑ ነገሮች ወይም ወደ ሰዓት የሚያስጠጉን ወደ አላህ ቁጣትና ጥፋት የሚያስከትሉብን ነገሮች በሙሉ መቆጠብና ደግሞ ወደ አላህ የሚያቀርቡን የሆኑ ነገሮች መስራት ይሄ ነው ተቋ ብሎ ባጭሩ የሚቀመጡት ኢንሻአላህ አላህ ካለ በሚቀጥለው ጊዜ بسفيو إهنو بارتنا ليلوچن يقرآن آياتوچون إن شاء الله سورة الحجرات لاي كنتلو يالوتن النالن لزاري زيولا إن شاء الله قوموا اللهون من البات عندنا ياكيوش كالواتشو بزيغا أهم بتنا قرخواتشو زوراوش لاي إن شاء الله يالا مافر ديناتشن نوهي مكناتوم ديناتشن يمي من مارو سنتايكنو يعني متى يك اسلمنا عندنا مار يردانا نبي صلى الله عليه وسلم عند كان صلاه ولت ركعه بتش سجدوا ظهر وعصر صلاه ولت ركعه بتش سجدونا السلامات كذا بتام يشكلوت صحابهات كوهلا يالوت معناتنا شكلوا نبر صلاه اتطرح منام بلو هدو معناتنا تولوا هدو ودا يسراچو هدو اربع ركعه لو النبي صلى الله عليه وسلم بتش سجدوا السلامات ليلوچ كله طلعوا هدو يتوسنوا اسمع يتوسنوا ደግሞ ያው ዝም አሉ ቁጭ አሉ ያዝካራቸው ምናም ያረጉ ማለት ነው ግን ሁሉም ጸጣሉ አንድ ሰሃቢ ግን رضي الله عنه አላስቻለ ዙል የደይን ይባላል ሰሃቢ رضي الله እጁን አወጣ እንደዚህ እና እጁን እንደዚህ አውለበለበ ምንድነው ሲሉት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አላቸው አቁሲረቲ ሰላቱ አም ነሲት አላቸው ሰላት አጠረች ወይ ሰረስተህ ነው አላቸው ማንን ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስላቸው ማቁሲረት ወላ ነሲት አሉት አላጠረችምም አረሳውምም አሉ በላ ነሲት አላቸው አይ እንግዳው ሰረስተህ አላቸው ነብዩ ሰለላሁ ከዛ ሰሃባዎቹ ሲጠይቁ አሁን ሁለት ነው ሰገድከው አላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በልቁሙና እንስገዳሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቆሙና ሁለቱን ረካዓ ሞሉና ሰጅደተ ሰሁም ወረዱና ከዛ ያው እንትናሉ ማለት ነው ጨረሱ ይሄ ምንድነው የሚያሳየን ሰሃባዎቹ رضی الله عنهم هل ዝምሚ ሊኖር ይችላል ግን ይጠይቁ ነበር ሌላው ሰሃቢ እንደዚህ ያ رسول الله صلى الله عليه وسلم እንደዚህ ነው ሰሃቢየ رضی الله عن سيدናት متى عند كان ان الله لا يستحي من الحق አለቻቸው الله بحق ላይ حياء وانفرات እንዲዘን አላደረገም ስለዚህ አንድ ጥያቄ ልጠይቀህ ነው አለቻቸው ነብዩ صلى الله عليه وسلم ምንድነው ነብዩ صلى الله عليه وسلم
ሚስታቸው መይሙናት መስለኛለች አጠገባቸዋለች ከዛ ምን አላችቻቸው ሴት ልጅ በህልሟ ከወን ጋር የተገናኘች ከመሰላት መጣጣብ አለባት ወይ ብለው ጠየቀቻቸው يعني النبي صلى الله عليه وسلم يزيان يقول لك أساتشو النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء أعون فساشا يجكو هنا بلو النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه يعني إيه مياساين من دنو سووش ممار من شلوم ماوك من شلوم يتأيك النو دينا چنن مالت أقاد عمي ومي قنبت وقت متأيك بس الكم يدوان لأندان علماء وشاچن متأيك በዚያነት መልኩ ሁሉ ግዜ ከዲናችን ጋር ያለንን ተሰሰር መጠበቅ እንችላለን በስማበለው ወይም ደግሞ በይመስለኛል ነው መሰለኝ እየተባለ በእስላም የሚሰራ ነገር የለም ምክንያቱም አላህ ቁርአን ላይ ባለፈው ስለ ዘን ስናወራ በአብዛኛው ዲናቸውን በጥርጣሬ ላይ የመሰረቱት ሰዎች ማናቸው እነዛ ነሳራዎችና ይሁዶች ናቸው ብሏል ኢየተቢዑነ ኢላ ዘን وما تهوى الانفس ترطارين النا يمس بمثلين انجي ليلى من الله تشولا وما لهم به من علم اوقات اللهم يتبعون الا الظن اهم ترطارين انجي ليلى يكتلوم يا الله سبحانه وتعالى سلازي كزي عالم من وطاو شور هنا عينت عباده رغتنيا هنا عينت انكسكاسيوچن بديناچن لا مارغ منچلو سانفرا ايه نغر انديت نو ايه نغر يفقدال وي ايه نغر يالن سنطيقنا يا ككركر ከመጥፎ ይሄ ጉንጭ አልፋ ይሆን አንዳንዱ ዝም ብሎ ትንሽዋን ትልቋንም ላይሰራ አይነት ነገሮች ቢጠይቅ ሰው ደግሞ አለ ብዙ ጊዜ ዲናችን ላይ በጣም ትላልቅ የሚባሉ ወሳኝ የሆኑ ጉዳዮች አሉ። እነዛ ጉዳዮችን ሳይጠይቁ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ትናንሽ ነገሮችን ጠይቀው ጊዜ እየፈጁ እንዴት ነው ዲኑን ወደ ክርክር የሚለውጡ አሉ። እንደነዛም መሆን የለበትም ወሳኝ የሆኑ ዲናችን ላይ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ግን መጠየቅ መቻል አለብን። ይሄ እንግዲህ ለሁል ጊዜም ነው ጀዛኩሙላህ ኸይር ቀደም በመነሻ ላይ የቀራሁትን አያት ላይ እዚ ላይ እንትኑን ልኮልኝ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያው እዚ ላይ ኢንሻአላህ እንዲያስተካክለው ነው يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير جريهن اياتنا ان شاء الله يا ايها الله سبحانه وتعالى بسمعنا በምንናገረው የምንሰራ ሰዎች ያድርገን ለተላቻለን መጠን ኢንሻአላህ ተበራተን ይሄን አይነት ፕሮግራሞች ማጠናከር አለብን አንዳንድ አልহামዱሊላህ ሰሞኑን አንዳንድ ወንድሞቻችን ብቅ ይያሉ ነው በሚቀጥለው አላህ ካለ አንድ እንግዳ ይጀላችሁ መጣለሁኝ በእንግድነት የመጣው ወንድማችን ነው ዳዒ ነው ትልቅ አልহামዱሊላህ ጥቅም ይሰጠን ወንድማችን ነው ኢንሻአላህ ሁልጊዜ አንድ ምስኪን ጀማል በሸር ብቻ እንዳያወራ ان شاء الله اجاج وندم الله ان شاء الله اسوم بميقتلوا عند راس يزو ان شاء الله يمطالاتكم نعم وندم عندي تيقن تفضل شدت ماورات ايتشال نعم شنت بيت لا ماورات ماورات يلم يميل عند حديث الله حديثه تنكرى ايدلم يعني هل بتام انت يميل ايدلم كن اذا بوتا لاي يعني اذا بوتا لاي يقوشاشا بوتا ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታ ነው ቆሻሻ ቦታ በተለይ መበጸዳዳት ተግባር ላይ ባለ ሰው ላይ ነው ይሄ ነገር የተነገረው እንጂ ሽንት ቤት ውስጥ መናገር የሚል አይደለም ምንድነው ያለው ሽንት ቤት ውስጥ በመጸዳዳት ላይ ያለ አንድ ሰው ማውራት የለበትም የሚል ነው ምክንያቱም እንደዛ አይነት ቦታ ላይ ብዙ ጊዜ ጂኖች ኸባኢቶች ይኖራሉ ለዚህ ነው ስንገባ ሽንት ቤት ውስጥ ምን ብለን ነው ዱዓ እናረጋው اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث من الخبث والخبائث بلن دعاء من نارغو كتلايو مطفو يهونو لكافي نغروچ الله طبقن بلن دعاء نارغالن بزو غزي كافر يهونوت ويم كهاديان يهونوت شياطين يهونوت جنوچ لكافي يهونو جنوچ قوشاشا بوتا يودالو سلازي اذا بوتا لاي እዛ ቦታ ላይ ሆነን የምናደርጋቸው አክቶች ጥንቃቄ ሊኖረው ይገባል ቶሎ አድርገን የምንዞር ምንልበት ነገር ነው ያ ነገር ግልጽ ነው እንጂ ቁጭ ብለን ወሬ ያወራን የመሳሰሉት አይደለም ይሄ ማለት ግን የሆነ አንድ አደጋ ነገር ሲከሰትብህ ወይም መናገር ካለብህ ሰው አለ ማለት ካለብህ አንዳንዱ በር ማይሰራሽን ትሬትስ ቁጭ ብለ የሆነ ሰው ሲገባ አይ ዝም ብሎ አትልም አይደል ሰው አለ ትለዋለህ የመሳሰሉት ምንም ችግር የለውም ኢንሻአላሁ ተዓላ አንድ ቂሳ አስተውሳለሁ
شجاع لي سياسكمتو من ناجر كل كلمة بتشانو ميلونا عندزي أبرارتو أيقلص منا يا تشين كرتو سويه يقبله هنا شاك حاله نا يتسعد دايالله يهونا يهونا واتدروش بزابك كل ألفون أبر نا بالسلطاني زوال ناس إنكو شاكوش سايو عندزي ساون دالله سايكو ما نا منايلو ثال بين ناجر سلامي وتعالى جن زم سلاچو گزی متکوس جمرون نا بقى سوريونم سايلبس مرود جمرا معناتو كذا بوحالا شيخو گا هيدو ايه نگر استيقاچو نگرت لال يعذرن كله نگر يا عذر سينورو يميلونم ماوق الله ابرو بلاوتال نا انداندي تگددالله لمن نگر يا نو كذا وچي گن بمصدرات بالهونبت گزی لمثالي بتلاي اندزي عينت امريكا يالا هاجر لاي شنت بيتوچ በጣም ንጹህ ናቸው ጽዱ ናቸውና የመጸዳጃው ቦታ የታወቀሽ ናት የነጃሳው ቦታ የታወቀ ሷንም ቶሎ በውሃት አስወግዳለህ ምናምን ስለዚህ ምንም አይነት የነጃሳ ነገር ቤቱ ውስጥ የለም ወይም ደግሞ እዛ ቦታ ላይ የለም ቢሆንም ግን መጸዳጃው ቦታ ላይ ስካለህ ድረስና በመጸዳዳት ላይ ስካለህ ድረስ አሁንም መናገር ጥሩ አይደለም ያኔ ያኔ ያህል ግን በጣም እንደዚህ ኤቪደንስ ኖሮን ይሃራ ምናምን ለው ነገር አይደለም ለአደብ ነው ሌላው ደግሞ እንትን ምናልባት እየታጠበ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ እየታጠበ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአይሻ ጋር ተይልኝ ተይልኝ ይባባሉ እንደነበረ ቡኻሪ ላይ ተዘግቷል ስለዚህ አውርተዋል ማለት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየታጠቡ ግልጽ ነው ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ሐዲሶች የሚያሳዩን ያ ነገር በጣም ስትሪክትሊ በጣም ክልክል ነው የሚል ነገር አያሲዘንም እንደ አደብ ግን በተለይ በመጸዳዳት ላይ ባለበት ወቅት ሰውየው ማውራት የለበትም ከዛ ውጪ ግን ለምሳሌ ቡኻሪና ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ጊዜ ተጸዳድተው ሲያበቁ ሰሐቢዩን ረዲየላሁ ዐንሁ አነስ ኢብኑ ማሊክን የምጠርግበት ነገር አቀብለኝ አሉት ይላል ስለዚህ ለضرورة ወይም ለምንድነው ስሙ ለወሳኝ ለሆነ ነገር እንደሚናገር እንደሚናገሩ ያሳየናል ማለት ነው ግልጽ ነው ዛከ الله خير نعم تفضل ወደ መጣው ወደሚለው ነው ስለማታ በአሁኑ ዘመን ግን ትንሽ አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ያለው ከመታወቅ ይልቅስ እንደውም ወደ መለያየት መጣላት አንዱ ወደ አንዱ ትራስ ዳይዎች በተለይ እየበዙ አሁን ባለው ጥሩ ለባለው ነገሮቹ እየሰሩ አይመስልም እና አንዱ ወደ ሪያሊቲ ውስጥ መጣ ናም እና እን በአረቡ ዓለም የአረብ ስፕሪንግ በአሁኑ የፈጠረ ሁኔታ ናም ስታይ ትንሽ ከአንዱ ክፍለ ሀገር ወደ አንዱ ክፍለ ሀገር እንኳ ሄደል ما انقلت التعاون لتقبل كل ما تصير بدرجه عشان والله نعم هي كله هي كله مندنو يا اوقات ما ناس ብዙ ጊዜ እቺ ኪታብ አረብኛ ያዘ ሁሉ አዋቂ ነው እንዳንል አደረራችሁ ግልጽ ነው ትንሽ ኪታብ ይዞ አዋቂ ነው ማለት አይደለም ግልጽ ነው ብዙ ጊዜ يعني سبحان الله እኔ በጣም ብዙ ነገሮች ለመማር ሞክር ያለው ላለው እኔ ከልጅነት የጀመረኝ ማለት ነው ማዲና ዩኒቨርሲቲም ገብቻለሁ የተወሰኑ ሸኾች እጃይቻለሁ ምናምን ግን والله جاهل ነኝ እኔ ያው ያወጅኩ ነው እዚ جاهل يعني مكناتهم عالم جاهج شيخ عندنا شيخ حنوتي قال لنا شيخ شاكر بيقانو مسمو ነገር بيقانو ما ياو ነገር والله كل ጊዜ وقتي نيጨመረልኝ كل ጊዜ ግልጽ ነው እና ምንም እንደማላቅ ያሳየኛል ምንም እንደማላቅ ስለዚህ ብዙ ጊዜ ያለው ችግር ምንድነው ሰዎች ዛ ሰዎች ጋር ኮፊያ ካረገ ጥምጣም ካረገ እንደሚያክ አይነት የሚታሰብበት ሁኔታ አለ ይሄ አንድ እንትን ነው ለመለያየት ምክንያቶች ናቸው በተለይ በዱዓቶቹ ወይ በዳዕዋ ምናምን ዳዕዋ የሚለው ነገር በጣም ከባድ ነገር ነው ለዚህ ወጥ ሰው ሲጠፋ ነው እንደኛ አይነቱ ምናምን ገብቶ እንትን ይያለ ያለው እንጂ በትክክሉ ወአለይኩም ሰላም በትክክሉ ግን ካየነው يعني راسون يچالا بتام تلك سفينا تلك بوتا ليستو ميگبا نو بتمرتو عالم لمثال عندنا امام الشافعي رحمه الله تمرت ممار مالت من اندهونا سيتقسوت بتام يتليهن ممار مالت انديت نو علم عند سو وسدا ميبالو من اينت نو يعني عند امام الشافعي اجلالص الله سلا علمنا بتام هولي انت دس يلهال من يلالو العلم يلالو بطي اللزام መጀመሪያ አውቀት ብሎ ማለት ቀስ ብሎ ሚያዝ ነው አሉ ማለት ጊዜ የሚወስድ ነው እንጂ አንዳንድ ጊዜ እኮ ያ 15 አመት ልጅ ሆኖ ዓሊም ሆኖ ዓሊም ነው ተብሎ መከራችን ያሳየናል ስለዚህ ገና እድሜው ራሱ ለዛ አይወስድም ለዛ እንኳን ለእድሜው ራሱ ማለት በጥዩ ሊዛም ማለት
أوقات راسو عند ليج إدقت عند جيزيم يتأيكنه راسو أوقات جيزيم يتأيكال عندنا بطيء بعيد المرام يعني علامة وراسو يراك أنا وبتعم كفتين يعني بعيد المرام لا يدركوا بالسهام عندك أست عند زي ورورة عند أغنية واتمتلوا على اللب كنت كهون وكهون كوات بلا نيت إنه عندك أست ورورة يوم نجلس اسمه تاع بك متى وطلع لار وكانت قل عند زايد اللب نوميروت ولا لا يدرك بسيا ولا يرى في المنام بهل من متاير اللمال عندنا كذي عيتهن كنا طعات لك هنقل فتنا استعالوا إلنا نديتنا شيخو من علو ولا حلال علو بك حالي عالمي هنا بهل بهل مو عيتو طعات فتوى مستتي جمرة نزانو يمسله لازم نزيام عيد اللم وكات من باله إلى الله إمام الشافعي رحمه الله ولا يرى في ولا يورث عن الآباء والأعمام كعباتنا كآيات من يورث عيد اللم كعباتنا كآيات من يورث عيد اللم ولا يورث عن الآباء ولا يورث عن الآباء والأعمام إنما هو شجرة لك دزافنا يمي التكل الآن يأتنا يمي التكل ونفسه لا يمي التكل كذاس ولا يسقى إلا بالدرس وهو ما تجعو دمو درسنا وتمرتنا تمرت تيروس عيك كتاتل عند شيخ قام من أهل تكمتك قلت سلام هذا كتاب عندنا عالموش أننا بخاري عندنا منا كلي الشيخ قام استعمت أن كلي الشيخ قام استعمت نزي تعاون تلالك علماء وشاكشن لمسالي إني بدأم كما قاتشون أن الشيخ جيلان عندنا الشيخ محمد زين عندنا الشيخ محمد حميد الدين يالو تلالك علماء وشاكشن أنت ناكشون ستاي لنحو بتشاكراء هنا أهل ولتامت الهال الشيخ قالي قا هجي قطرست هنا أهل قالي الشيخ قا هنا أهل قالي الشيخ قا يعني الشيخ جيلان يا علم يا وقت انتلاشون سنة وده ثلاث عامات أكابي بوقت زوره له تزوره هاي ثنا إن الشيخ حاج زينو الله يرحمه شو ساتشو استمرون يعني ساتشو يعني يا علم زوره بعلم زوره بتشا كعلم جارا بتشا بمتاكد كأسرة منا منا متبلعي قلت له عند الساعة تمرق هذابو هلانو عليم بباله راسو ميلون سم راسو يمتاو أو كذا مكاري ميهونا انجي هي عند هينو هي مسفرتوش بلي اللوبتوني تاوش بزوغ زي يعني غريا متال ليلو عبزاني كذي بتاتشي هونو دمو جاهلو وقا من تلو على يعني بتعام يباسي هونا المالات سلازي بزار مكفافلو بتلايو يتنانش حسابوش انتن مالاتو يمتاو كذي نونا عند هندي زي كو سبحان الله منم بكو منم سايمار سمون انكم باربني استاخلون بس بسو كن طمطم ما درغو من بلو يونه بوتا لا كن بتام اسلا يونه اكت سيادرغنا يوال ليون يشلال يزاني يعني انديت نو كيس نو يتمرنو كيس نو منو نو بقتاچن بلن مفتاتش مشال اللبن على بلزا بتام اسچغالي نو عند غزي جوحا ميبالون سو يترتوبتال سورياوي نو نا طمطم ارغوال بباهلاچو سلامي درغ معناته نو نا عند هيا يغوتت ابرو هيد نو كذا عند سيت كليلا اكابي منتاش سيت هي سو عالم مون علبت بلا تطقتا يونا نغير تيقاچو تيقو علاقه مالات سند تمطام وايتا غرمات انديت ساد انت منان بلا تمطامون ستاي غبات غباوس تمطامون ايتا عالم اند مسلات سلازي سو من ارغا تمطامون كلاو لا وردن اهيا ولا اسكمتو بقا سون تيقي والا سلا بتمطام ميا كهونا بكوفيا ميا كهونا ايو ميو قال مالات እንሰነው ስለዚህ ለውቀት የምንሰጠው ወይም ለአዋቂዎች የምንሰጠው እንትን መታወቅ መቻል አለበት በምን ሚዛን ነው ከሌላ አዋቂ የምንለው ሚለው ነገር በጣም ሊፈተሽ ጋር አንድ ሰው መጥቶ እዚያ ዶክተር ነኝ ብለን አንቀበለው የት ነው የተማረው እንላል አይደል ምናቀው ግን የሆነ አንድ ጓደኛችን ዶክተር ነኝ ተነስተው ስሙን ዶክተር ነኝ ቢል ኢንጂነር ነኝ ቢል መቼ የት የትኛ ዩኒቨርሲቲ ተምራ ነው እና በደንብ እናረጋግጣ አይደል የእስልምና ብቻ ሲሆን ግን ክፍት የሰራ ቦታ ሁሉም ሼክ ነው እና ያ መሆን የለበትም ያንን ከተቆጣጠረን ኢንሻአላህ ብዙ በዳዕዋ ዙሪያ የሚነሱ አንዳንድ እንትኖችን መቅረፍ እንችላለን ማን ነው የት ነው የተማረው እንዴት ነው ዑለማዎቹ ነው ወጠየቅ እንዴት ነው ከዚህ ሰው ዒልም ወስድ የመሳሰሉት ማለት ነው ከዛ ውጪ ያለው ግን የሚፈታው በእውቀት ነው አዎ نعم ايه በጣም ወሳኝ ነገር ነው በጣም ወሳኝ ነገር ነው ባሁን ግዜ ሼክ ማን ይባሉ አሉ ሼክ ጎግል ይባሉ አሉ يعني عندنا سويتش جست بقى يهونش نجر سيفلق جوجل يا درجنا يميفلق عنده ياك يتصفل منا هني جوجل أستمر ماله لما مكناش بنير راسي سلام الدكمة مالتنا
ያስተምራል ግን መቼ እና ማንን ሲባል ግን መሰረት ያለውን ሰው ነው ያስተምር የሚችል መለየት የሚችል ሰው صحيح ضعيف يهونو نغيروش ملايات ميتشل يا عربيني عشلو تاو دهنا يهونه قلتنا يمس هسلوت عندان مسفرتو تشالو السو سرعاتو سلمك بعد كذا بساتش يالي نوغن مندنو مدرق يالي بات بلانس الناس اندال شو اهتي موز لموز اندازي فيت لفيت عاف لعاف يمن ما ربات شو سووشن ما امتات ما زغاجت هالي بات الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم لكلنا نبي صلى الله عليه وسلم بساو محل بقى يهدو يمشي في الاسواق يلوتال بسوق لا يمهد عندنا سوق است يهدو اندي نبي صلى الله عليه وسلم يونا غبس نجر انسو يلال ويم سندي نجر اندي زاك ارغوت يلال كذا كسر رطب نو يلال مندنو يلوتال صحابيون ايه مندنو يرطبو كسر يالو مندنو يا رسول الله اصابته المطر علاج زناب متوبين وعلاجه من قالوا سنة يسعى هلا جعلته أعلى ليراه الناس تعدى لمن زناب متون كلا يتارقهم سوچن دياوت من غشة فليس منا يتلل كان يعلل انتزي سوست قبتم ايتها ايو ايتها نقاقارو قلتنا يمين مارو تمرتنا ይሄ በደብቅ አንዳንድ እኔ ፓልቶክ ላይ በተለይ ብዙ ድም ይፈጅቻለሁ እኔ ብዙ ፓልቶክ ላይ አስተምር ነበር እና በኋላ ላይ ተረዳሁት ነገር ምንድነው ፓልቶክ ላይ ማስተምራቸው ሰዎች ለካ ፓልቶክ ለምሳሌ ለክ ቤቱ ጭር ከሚል እንዴት ነው ከፈቹ አይነት ነው ከፈታል ከዛ እዚህ ጋር ፓልቶኩ ተከፍቶ ኡስታዙ ጮሃል እሷ አዛ ሽሮታ ፈላለች ወይም እንትን ወይም እንግዳ መጥቶባት ከሷ ግማሽ ተሰማለች ግማሹን እዛ ማድ ቤት ታሳለፍና ከዛ እሷናት ምትሞላልኝ ማለት ነው እኔ ንግግር ከዛ ቀጥለ አንዲ ነው ያለው መሰለኝ ብላ አንድ ላይ አቡ ሙስሊም ወይም አቡ ሃይደር ያላለውን አለ ተብሎ አንዳንዴ የምናገኝበት ሁኔታ አለ ይሄ አይነት እውቀት ሊገኝበት ይችላል ግን እንደተባለው በስነ ስርዓቱ ተገብቶ ሼኹ መጥቶ kitab ከፍቶ እንዲ ነው የምንባልበት ሁኔታ አለ አንዳንዴ አጥማችን ሳይፈቅድልን ሲቀር ሼኽ ማየት በማንችልበት ጊዜ እንደዛ አይነት ቦታዎችም ላይ በደንብ kitab ተይዞ በስነ ስርዓቱ የተከታተልን ልክ እንደ ትምርት ቤት እኛ ሰውዩ ባይን አላህ ያያናል ብለን ማለት ግልጽ ነው በዚህ አይነት ሁኔታ የምንማርበት ከሆነ ተቀማለው ከዛ ውጪ ግን ግን ቀደም እንደዋለ በእንግሊዝኛም ደካማ ነው አንዳንዱ ሰው በእንግሊዝኛ ትንሽ ያነባል ያልገባውን ዝም ብሎ እንትን ይላል ልጽናው እንደዚህ አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል አንድ ሼክ ናቸው ሼክ አጥያ መሐመድ ሳሊም ይባላሉ መዲና ነውና አንዱ አረብኛ በደንብ አይችልምና ከፈተና ብቻ የሆነ ቦታ ሲያነብ ምን ይላል اذا اقيمت الصلاه فاتوها بسكينه ووقار ይላል በአረብኛ ግን እንዳጋጣሚ kitabu ላይ ሲጻፍ እንትን ብሏል ይሄ ምን ሐረካ የለውም ልክ እንደ ቁርአን ወላል ሐረካ የለውም just ዝም ብሎ ነው የተጻፈው አንድ ሁለተኛ ووقار ሚለው ላይ ዋው ጠፍታ قاف دغمو عندو فيدل طفتالچ بتايب ايرر مالت من بلو انببو اذا اتيتم اذا اقيمت الصلاه فاتوها بسكينه وفار بلو انببو من مالت نو انغلي ليونتون اسبو ايهياو صلاه اقام كاله برغاتانا بترو ارامامد نو مالت نو ترغمو ياياو تكلهياو مالت نو اسو من بلو انببو صلاه يقومه كونه بيلانا ايت يزاچو نو مالت ليونتون اياچو تنش عند فيدلنات يغدل نبيلنا ايت ازو متالو سنه حير مارق عند حديثا ان شاء الله ما هنيا اندز عينتوچ አሉ በጣም ብዙ ግልጽና ትንሽ ነገር እና ይሄ እንደ ምሳሌ ነው ግን ከዛ በጣም እንደዚህ አይነት የመሰሉ ነገሮች በጣም ብዙ ነገሮች እና ያለን በእውቀት ላይ በደንብ በስለን በማንሳ ስለዚህ ደረጃ አላቸው በምን አሊፍ ተመረ ነው ባምለው ታ ሳጃ ዘልዬ ግን ሌላ ቦታ ውስጥ ከገባውኝ አደጋ ነው ስለዚህ የምናነባቸው ነገሮች እንደናቸው አንድ ሼክ አንድ ቀን ይሄን kitab ልቅራ እንደ ብዬ ጠየቀዋቸው ይሄ አልኳቸው ሼክ አጥያ መሐመድ ሰለዴ ይሄን kitab አንተ ልትቀራ ማለት አሉኝ ምንም ነገር እንትን ሳትል አውሮፕላን እንዳብለ ወይም ደግሞ ሄሊኮፕተር ውስጥ ቁጭ ብለ ሄሊኮፕተር ለማብረር እንደመወከርናል that means ትከሰከሳለ ማለት ስለዚህ ከዛ በፊት ማንበብ ያለብኝ ነገር እንዳለ ነው የሚያሳየው
قلت أنا سلزي تأصيل لوتال علماء وشولة مثلا بيني أجر لي الحمد لله بتعم نبرة درو جمرو مالتنا عند سولي مارس فلق عليف با تاي كارال مجمرة كذا ألا بلا تلا دزي في دلوشن يا زي ما مارال ودع علم سيجابا كذا ولا القرآن بدن بي كارال بمن باب درجة كذا يتوسنا محفز جمرال 40 إنه يا مبال حديث ألا شو جاء مبال ألا بافضل دزي يالا ما مار ما شال لبت إيهن دزي ترتيبون كال شالون كون بيعس دن زيارة يتوت عطيهون وبدام تنانش كتاب وشال النسون يجمرال كذا يالا هيدا انجي زلو بلوغ المرام زلو سبول السلام يبال كتاب وشال دزي ميان اساسو لك ان سوي يوندالوت يفتح فتح. طيب انجدي ان شاء الله تمرتاشن ان شاء الله زيلاي ناكم والن الله سبحانه وتعالى اسكمي كتلو سامنت بسلام ياكو ينن بتشال متن ان شاء الله نتناكر عندنا مامار بدن ان شاء الله تعالى اندال كواتشو بميكتلو سامنت عند انقداو اندمين يجي متعلهون سو يستمرنال واندماتشن نبيو اياليو يبالال قرآن حافظناو بزو علم كتلايو مشايخوش تمروال كايتوبيا يتلايو بوتاوش لاي نا هوني توب على بالله شكر مكنيات ياو كأجر كود أندوان دماغشناو نا بمكانت لو سامنت إن شاء الله سونو مقاب زوزي نا متشلو تني هل سوتشن أرتاجو توتشن يمساس لو تني زاتشونو نانتم وندوتشو من دزاو أندلاين ما مارلنا إن شاء الله جزاكم الله خير وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.